مرحبا وسهلا واهلا واحب الكلمه الى سمي والدكم الشيخ الخادم محمد عسكر. لا تابع خادم تابع كلمه الخادم. انا لا ازيدك هنا على ما قاله الاستاذ عابد، وانما تذكرت ابياتا فقط يحلو لي ان احكيها بالمناسبه. لله قوم اذا حلوا بمنزله عمن اذا وعدت في الجو انوار تشتاقهم كل ارض ينزلون بها كانهم لبلاد الله امطار. وقد تذكرت ابياتا لبعض الادباء المتالدين، واعتقد ان الاستاذ الحامد أو محمد بن محمد ولا أدري أيهما، لقيت بين الشيخ الخديم عشية لقيت بين الشيخ الخديم عشية بجانب الطوبى حيث تزول أباطح علي علي من وصول علية ومحمود محمود وصالح صالح. والله والله لا وجدنا لو غفرنا بعبارتي تختصون بها دون هذه الكلمة التي تقال للناس جميعا وهي مرحبا، مرحبا تقال للناس جميعا. وكان بودي أن أظهر بعبارة تختصون بها دون غيرها، ولكنها باختلاف الناس تختلف. مرحبا بكم، مرحبا اللائقة بكم، والسلام عليكم. نعطي كلمتنا للشيخ شعيب أبو مديانة لرفق يعني شيخ شعيب كبير حفيد الشيخ صالح مبكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى. اخوتي اخواني المعتنيين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمي فضيله الشيخ الشيخ محمد البشير الناطق الرسمي باسم الخلافه المريديه، احييكم واشكركم شكراً. تكل ألسنتنا عن التعبير عنه. والله فاجأني الكلمة، في العادة لا يتكلم إلا هذا الشيخ الشيخ مصطفى جثرة، ولكن للضرورات أو كما يقول الأصوليون الضرورات به المحظورات. والآن له عذر في تناول هذه الكلمة وهو أبلغ مني بكثير، ولكن ومهما يكن من أمر فإني عاجز عن تبليغ رسالة الشيخ وتشكراته من عميق قلبه على هذه الضيافة الكريمة. حقيقة هذه الضيافة تذكرنا بأمجاد العرب القديمة. نحن في السنغال نقول السنغال بلد الترانغا، السنغال بلد الضيافة، ولكن عندما نأتي إلى موريتانيا نعرف أن للكرم وللضيافة أصلا عربيا عريقا. فهذا جلالة على هذا الكرم العربي الأصيل. ولا بد أيضا من بيان سبب هذه الرسالة، سبب هذه الرحلة. دائما نذكر أن أنتم تعرفون جميعا الروابط والعلاقة القوية بين الشيخ القديم والشناقطة. هذا
هذه العلاقة ضاربة بجذورها إلى عمق التاريخ والثقافة والدين، وهي علاقة قائمة على الحب في الله، المحبة في الله. وهناك كلمة شهيرة للشيخ الخديوي: مما من الله علي حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب البياضين. فهذا انظر كيف هو لا يذكر أحد بعد الله ورسوله إلا البياضين، لهذا دلالة قوية على مكانتكم في قلب الشيخ الخديوي. فأنتم أحبة الشيخ، فأنتم أهل ود شيخنا وأبينا. فكما تعرفون، كما دل عليه الحديث من أهل البر، فهذه الرحلة تدخل في إطار السلة، تقوية العلاقات وسلة الرحم وإهياء العلاقة، لا أقول علاقة بين شخصين، ولكن علاقة بين جسد واحد. فالشيخ الخديم أنتم تعرفون جميعا أن أصله من هذا البلد، فهو من آل مولنا. نعم صح. إذن واحد منكم عاد إلى بيته، فالمرء لا يكرم في بيته، فما هذه الضيافة الكريمة؟ فهذا نحن بالنسبة لنا نحن في بيتنا، ولكن لا بد أيضا من أن نشكر هذا الشيخ عابدين الدين. دائما يشكر، يأتي إلى توبة، فمحبته للشيخ الخديم لا يخفى على أحد. ذكر لي أنه في المجد قبل الماضي تجسم كل العناء، عناء السفر، عناء أنتم تعرفون جميعا كيف يكون الأجواء في زمن مجد، ولكن مع ذلك كله تجسم كل هذا العناء، هذه المشقة للحضور والمشاركة، فجزاه الله عنا خيرا. وهو يكن مودة ومحبة صادقة للحضرة الخديمية، ونحن أيضا نكن له هذه المحبة كما نكنه لجميع. ونشكر أيضا الجنرال الشيخ أحمد بامبا وشيخ قيس وأخيه ابن أخيه و سمي الوالد الشيخ الخديوي. الشيخ الخديوي رحمة الله. نعم الشيخ الخديوي اسمه الشيخ الخديوي ما شاء الله بارك الله. نعم أنا لا شك أن الشيخ مرسد أبوسو أعجب بإلقاء هذه الكلمة مني، لأنه هو موريتاني ويعرف كل هذه الخفايا، فأنا جديد في هذه الرحلة. نعم أتي كل هذه السنوات منذ ثلاث سنوات أتي، ولكن ما زلت أتعلم. على أي تلميذ ناجح تكل اللسان يكل عن التعبير عما في قلبنا من فرح، من فرح عارم ومحبة صادقة. ويقال أن خير الكلام ما قل ودل، وعلى أي فتشكرات الشيخ أكبر بكثير مما عبرت عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام،
إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام. صلى عليك أبدا مع سلام، في الأهل والأصحاب ربنا السلام. حزت مقاما دونه كل مقام، يا نور كل عابد صام وقام. أنت الذي أخرجنا من الظلام، بك لنور من حباك بالكلام. بشرك الجميل يا خير إمام، بما نويت فيك سعيا ذا تمام. أنت النبي والرسول والهمام، بك انقياد الصالحين بالزمام. لك لدى رب الورى كل مرام، لك به يا سيدي أسنى احترام. جاد لنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام. نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام. نويت شكره عليك بالقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام. هديتي خذ كرما بلا انصرام، يا قائدا لي من إلهك المرام. هديتي خذ كرما بلا انصرام وغيرها يا ذا جوامع الكلام. صلي وسلم سرمدا على الذي قد تردا، بليلة قد ولدا فيها مديم المأثم. ليلة مولد النبي، ليلة محل الريب، ليلة محوي التعب وتفرج التأسم. بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح، بها الرباح والصلاح مع اندفاع نقم. إن شاء الله في حفل المؤتمرات يوم السبت إن شاء الله على الساعة الرابعة، والحضور الساعة الثالثة يوم الأحد. يوم السبت من فبراير إن شاء الله بعد الظهر، والحضور يعني على الساعة الثالثة يعني حفل المؤتمرات إن شاء الله. موضوع المحاضرة على خير الشيخ مراد بالشناخدة الواقع والآفاق إن شاء الله، سيلقيها يعني الأستاذ الشيخ شعيب كبي والدكتور يحيى والدبراء والشيخ مصطفى جدر الشيخ مراد الجلسة إن شاء الله، وسوف يحضر يعني جميع المشايخ والسلطان إن شاء الله. يوم السبت إن شاء الله. أحكي بيات الشيخ مراد بومبا أخي. يقول شيخنا الشيخ أحمد بومبا رضي الله عنه شرح قديم في قصيدة مؤسسة بحروف يخلق ما لا تعلمون. في قد ما فاق به الجيلاني عليه رضوان الذي أعلاني، في قد ما إلي قد ما به أبو الحسن فاق بخدمة النبي جد الحسن. تممت لي بما به التيجاني فاق وكنت لي بالمرجاني، عليهم الرضوان والسلام كما بهم قد انتفى الظلام. لي قدت ما زحزح عني الدنس، صرت خديم المصطفى مثل أنس. ملأتني وقدت لي إحسانا، ورثت في مدح النبي حسانا. ورثت لي فقه الإمام مالكي عليه رضوان الكريم المالكي. نفعتني لي كنت بالمنافعي، وقدت لي فقه الإمام الشافعي. وجهت لي منك منى لطيفة، وقدت لي فقه أبي حنيفة. يا خير قائد حميد حمدا، قد قدت لي فقه الإمام أحمد. بارك الله فيك. دعاء كان يمر.
نين كاي دادي فانغ بيغي